طيب شرفنا دلوقتي الكابتن ناصر عباس خبيرنا الدوري في التحكيم علشان بقى يقيم لنا اداء تحكيم مباراه اليوم. تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن ماهر همام، كابتن حشيش، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. خلينا نتكلم عن الحكم في النهارده، مباراه صعوبه متوسطه كابتن ايمن. وانا كلمت قبل المباراه وقلت الحكم لعب في بطوله الامم الافريقيه، لعب مباراتين فقط في دور المجموعات، وما لعبش ولا في دور ال 16 ولا في دور الثمانيه ولا في دور الاربعه. نتيجه الاداء اعتقد اداء تحكيمي ما كانش عالي قوي. النهارده في وجود عدم تقنيه وجود تقنيه الفار، هوريك على اربع حالات تحكيميه انت حضرتك هتستغرب على معاييره في احتساب المخالفه ومعاييره في اشهار البطاقه الصفر. وعندي لقطه ثانيه في التحرك والتمركز، يعني عاوز اقول المستوى التحكيمي في مباراه سهله ما فيش فيها اختبارات يا كابتن ماهر. صح، ما فيش فيها اختبارات خالص. صح، مباراه داخل الصندوق ما فيش اختبارات، ومع ذلك هناك اخطاء تحكيميه موجوده نتيجه تقدير غير صحيح في المخالفات، تقدير غير صحيح في العقوبات الانضباطيه، ايضا كمان في القراءه للعب كان بلال ما كانش جيد فيها. خلينا نشوف معياره في احتساب المخالفات في البطاقه الصفر. اول حاله بلال او حشيش نشوفها كده، كابتن عادل نشوف اول حاله معانا نجيبها نشوف. كابتن احمد ايه رايك؟ دي كان لمروان عطيه اعتقد. دي في دقيقه 10 فاخده. دي اول حاله، وده بنقول هنا في الشخصيه التحكيميه مش موجوده يا كابتن حشيش. دي 10 بهذا الشكل بطرد، ده كارت احمر، لم ينذر لم يشر. انا بقول لك لاضعف الايمان البطاقه الصفراء تطلع. ولو التقنيه موجوده الفار كان هيجيبه. صحيح. كابتن بلال. صح. دي في دقيقه 10، انا مش جايب صوره من عندي على فكره، صوره المباراه دي في دقيقه 10 هنا احتسب المخالفه ولم يشهر البطاقه الصفراء للاعب بوليزداد. دي اول حاله، انا بس عامل مقارنات ما بين الحالات. شوف الحاله اللي جايه مهمه، ولحظه ارتكاب المخالفه الصوره عندنا بس لو فيه معانا لحظه ارتكاب المخالفه. وهنا هنا امام عاشور طالع من الثلث الدفاعي كابتن بلال، كابتن ماهر، كابتن عادل، وفي هنا لعيب بوليزداد في داخل منطقه جزاء النادي الاهلي، وهنا امام رايح معدي رايح يعمل ايه؟ هجمه واعده. مفيش فيها كلام بقى، دي طبقا للمعيار كابتن بلال. كابتن حشيش هيدوا له ازرق بعد كده يا كابتن. مفيش هنا مخالفه تاني نجيبها كده، هيدوا له ازرق بعد كده، وهو اللاعب هنا بيحط رجليه تعطي له الهجوم. سامحني كده، ايوه هنا تعطل، ومع ذلك هنا احتساب مخالفه وما شهرش البطاقه الصفر. الحاله الثالثه، وانا بتكلم على مباراه سهله تحكيميه، اتفرج يا كابتن ايمن، كابتن عادل، شوف الدخول واسلوب الدخول بالستارز، رجله عاليه، وهنا في مخالفه على الاقل اقصى درجات التهور لم يشر ثلاث حالات تحكيميه ورا بعض، ده غير في حالات ثانيه. تعالى شوف الانذار ده، مروان عطيه هنا، مروان هنا ماسك لعبه مش ببرر، دي في نص الملعب، يعني ماسك في نص الملعب، يعني مفيش بدري. لسه بدري. وهنا راح مدي البطاقه. هنا اختلاف المعايير بالنسبه للحكم، دي اول حاجه بنحسب بيها الحكم او بنحاسب بيها الحكم، ازاي يبقى عندك معيار اشهار البطاقه كابتن عادل في احتساب المخالفات في مباراه سهله تحكيميا ما فيش فيها اختبارات داخل الصندوق، ومع ذلك هذه الاخطاء اللي كانت موجوده، ده تدل على ان الحكم فنيا ما كانش. وبعدين يا كابتن في نقطه، يعني الكره اللي شفناها في اول حاله انت جبتها اللي هي الستارز دي بالستارز انذار، ولما قفشه زق الكره كده بالظبط، ده قفشه، كابتن، الكره كانت ناحيه التماس وهو زقها، حتى ممكن ما فيش تعطيل لعب. راح مدي الصفر. انا بتكلم على انذار، ودي انذار نفس العقوبه، انذارين قفشه وانذار مروان بالقياس بالثلاث حالات دولت، لا كده انت حكم، لا الشخصيه التحكيميه ما كانتش موجوده، انت اتاثرت بالجمهور وبعامل الارض في هذه المباراه.